طيب نروح لمنتخب مصر والأولمبيكس. أنا عندي ثقة كبيرة في منتخبنا بغض النظر عن النتيجة طبعا اللي في إيد ربنا، ولكن بتبقى برضو منتخبنا بيقدر يحافظ على ليفل معين من المستوى اللي مش هيخلي الجمهور مستاء، يعني عمره ما هيحس كجمهور مصري مش هنحس إن احنا محرجين المستوى اللي فيه جاب، هو قادر يحط نفسه في مكانة مع الكبار لأنه فعلا منتخب كبير. فالتعامل مع دورة الألعاب الأولمبية القادمة بعد أداء مميز بالرغم من الخروج من البطولة، ولكن ستيل أداء بالشكل ده أمام بطل العالم كان حامل اللقب وحمل اللقب الجديد، خلى أعتقد تفكيركم في الأولمبيكس يبقى من منظور مختلف. احنا دلوقتي الحمد لله احنا عندنا منتخب قوي، يعني احنا كواليتي اللعيبه عندنا بقت عاليه، اللي هو ماشي اللعيبه بتاعت بره بيلعبوا دلوقتي في ليفل اللي هو بيلعبوا تشامبيونز ليج، كلهم بيلعبوا بعض لعيبه المنتخبات بره. احنا عندنا لعيبه كتير المحليين بنبقى مستنيين يعتبر ماتش اهلي والزمالك اللي هو ماتش جامد بننافس فيه بره، يعتبر الموسم كله بيلعبوا كده في الدوري في التشامبيونز ليج اي حاجه. احنا عندنا الكواليتي ممكن لما بندخل المعسكرات بنبدأ مع بعض بقى الكواليتي تزيد شوية، التركيز في الماتشات يعني زي ما شفنا مثلا ماتش الدنمارك، اي حد قبل ما ندخل مثلا قايل 90% الدنمارك هتكسب، كل الناس وهي في الماتش مش مصدقه اللي هو بيقولوا ازاي يا جماعه ازاي احنا احنا كسبنا موقفين تقريبا وخسرنا في الاخر، بالظبط انا حاسه ان كسبنا مرتين وخسرنا يعني. والله بجد حاجه حزينه. لا يعني احنا مثلا الناس في نص الماتش بيقولوا ازاي احنا موقفين الناس دي، ازاي مثلا هانسن مش عارف يجيب جون، مش عارف يباصي كره سهله، لا يعني الناس مش مصدقه، بس هو ده منتخبنا دلوقتي، يعني احنا منتخب قوي، ويعني انا اتمنى ان شاء الله ان نجيب ميداليه في الاولمبياد يا رب بتمنى.